أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا ومرحبا بكم مع مراجعة وحدة تصنيف الحيوانات والنباتات. في البداية نذكر بالقيمة الأسبوعية، وهي الحرص على المنفعة، الحرص على ما ينفعك وينفع الآخرين. نذكر بتقسيم النباتات والتي قسمت حسب وجود أو عدم وجود الأزهار إلى نباتات زهرية ولا زهرية، وقسمت النباتات الزهرية حسب شكل البذرة إلى ذوات فلقة وذوات فلقتين، ثم قسمت اللا زهريات حسب الموجود عندنا في الكتاب إلى الحزازيات والمخروطيات والسرخسيات. تكلمنا بعد ذلك على تقسيم الحيوانات حسب وجود العمود الفقري إلى فقاريات ولا فقاريات، وكان عندنا في الفقاريات 5 أنواع، هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. واللا فقاريات درسنا فيها نوعين فقط، هما الرخويات والحشرات. هيا بنا نحل بعض الأسئلة على موضوع درسي وحدة التصنيف. السؤال الأول يقول لي المفردات، أكمل الجمل الآتية بما يناسبها من مصطلح علمي. أولا، أشجار تفقد ما عليها من مجموع خضري في فصل الخريف ثم تستعيده في فصل الربيع. طبعا المقصود هنا بالمجموع الخضري هي الأوراق، والأشجار التي تسقط أوراقها في فصل الخريف هي الأشجار متساقطة الأوراق مثل شجر التين والتفاح والعنب. الجملة الثانية، نباتات لا زهرية دائمة الخضرة أوراقها إبرية. طبعا عندنا في النباتات اللا زهرية أنواع كثيرة دائمة الخضرة، تمام، ولكن ذات الأوراق الإبرية هي أشجار الصنوبر. الجملة الثالثة، حيوانات تنتقل في حياتها بين الماء واليابسة وجلدها رطب، والمقصود بها طبعا البرمائيات، والتي تبدأ حياتها في معيشة مائية كاملة ثم تخرج أو تقضي بقية حياتها بين الماء واليابس. الجملة التالية، حيوانات تمتلك معظمها صدفة وتستخدم قدما عضلية للحركة والالتصاق. طبعا احنا درسنا ان القدم العضلية هذه خاصة بالرخويات. السؤال التالي، ادرس الشكل المجاور واجب عن الاسئلة التالية. امامنا صورة بتمثل شجر به ثمرة مخروطية، طبعا هذه الاشجار هي او هذه الشجرة هي شجرة الصنوبر. طيب إذا حبيت أصنف النبات حسب مجموعته في النباتات اللازهرية، فالصنوبر ينتمي إلى مجموعة المخروطيات. هذه المجموعة خواصها أنها دائمة الخضرة، طبعا شجرة الصنوبر لا تسقط أوراقها، وهذه الأوراق أوراقها إبرية أو إبرية الشكل. ما اسم الأجزاء التي المشار إليها في الشكل؟ طبعا رقم واحد على الصورة بيشير إلى المخاريط، وهي الجزء المسؤول عن عملية التكاثر في هذه الشجرة. ورقم 2 بيشير إلى الأوراق الإبرية، واللي قلنا قبل كده إن عندها صفة تحمل البرد الشديد. السؤال التالي، أي أجزاء النباتات الآتية تستخدم كغذاء للإنسان؟ طبعا تكلمنا في درس تصنيف النبات في آخر جزئية فيه أن النباتات بتختلف في أماكن تخزين الغذاء، ولذلك بيختلف الأجزاء التي تؤكل من النباتات من نبات إلى آخر حسب المكان الذي يخزن فيه الغذاء. فلو قلت مثلا نبات السبانخ، نجد أنه يخزن أو يؤكل منه الأوراق، البطاطس تؤكل فيها الساق، والطماطم ثمار، والقرنبيط أو الزهرة زهرة. تمام، يعني السبانخ هي اللي بنأكلها، هي عبارة عن ورق. البطاطس اللي بنأكلها وبنضعها في الزيت ونحمرها في الزيت، هذه عبارة عن ساق نبات البطاطس.
الطماطم هي الثمرة التي ينتجها نبات الطماطم، والقرنبيط أو القنبيط أو الزهرة كما يسمى في قطر هو عبارة فعلا عن زهرة نبات القرنبيط. سؤال آخر، أعطي أمثلة على أشجار دائمة الخضرة وأخرى متساقطة الأوراق. الصنوبر دائمة الخضرة والتين متساقطة الأوراق. طبعا هناك أمثلة أخرى على دائمة الخضرة زي شجر الزيتون وشجر السرو وشجر العرعر، وهناك أمثلة أخرى غير التين على متساقط الأوراق زي التفاح وزي العنب. على ماذا تعتمد الرخويات في عملية قضم الغذاء؟ تعتمد الرخويات زي ما قلنا على الطاحنة، وقلنا إن الطاحنة دي هي سلسلة من المسننات أو الأسنان بتوجد في فم الرخويات، ومهمتها إنها بتقضم وتطحن أجزاء الفرائس. طيب، عندي مقارنة مهمة جدا بين أنواع اللافقاريات الاتنين اللي موجودين عندنا في الكتاب، الحشرات والرخويات، من حيث الحركة وطريقة التغذية. فلو من حيث الحركة نجد إن الحشرات تتحرك على 6 أرجل، في حين إن الرخويات تتحرك على القدم العضلية. أما من حيث التغذية فالحشرات بتتغذى بأجزاء الفك، تمام، حسب نوعها بقى إذا كانت ماصة أو إسفنجية أو أي شيء، لكن الرخويات بتتغذى أو بتعتمد على وجود الطاحنة. سؤال آخر، يجب أن يبقى جلد الضفدع رطب باستمرار حتى يستطيع التنفس بالجلد. الضفادع في هذا الأمر مثل الديدان، الديدان أيضا تتنفس عن طريق جلدها لأن جلدها رطب، وأي كائن بيتنفس عن طريق الجلد لابد يكون الجلد عنده رطب. إذا انتزعت منه هذه الرطوبة بالحرارة أو بالوضع في مكان دافئ أو في تسخين تحت حرارة الشمس فإنه لا يستطيع التنفس بالجلد. لكي يتنفس بالجلد لابد أن يكون الجلد رطب. طيب، لو قارنت بين الطيور والثدييات من حيث غطاء الجسم، طبعا الغطاء المميز للطيور هو الريش، وقلنا قبل كده إن هذه غطاء الجسم عند الطيور هو الريش، وقلنا إن الريش هو الصفة المميزة للطيور. أما الثدييات فغطاء الجلد عندها اللي هو الجلد والشعر ده أيضا من ضمن الصفات المميزة للثدييات. خواص الطيور التي تساعدها على الطيران، طبعا الطيران بيحتاج إلى خفة الوزن، ودي بتأتي من إن الهيكل الخاص بالطيور هو هيكل مجوف، عظام الطيور عظام خفيفة جدا، عظام ضعيفة جدا، تمام، حتى لا تكون ولا يكون لها وزن ثقيل يسبب الضعف أو ضعف القدرة على الطيران أو العجز عن الطيران. كذلك طبعا لابد أن يكون هناك أجنحة قوية وكبيرة حتى تتحمل وزن الطائر. صنف الحيوانات التالية إلى فقاريات ولا فقاريات. عند الجمل، الأفعى، الجراد، العنكبوت، الأخطبوط، الضفادع. الفقارية عند الجمل، الأفعى، اللافقارية، الجراد، العنكبوت، الأخطبوط لافقاري، والضفدع فقاري. طبعا الجمل بينتمي للثدييات، الأفعى للزواحف، الضفدع للبرمائيات، الجراد للحشرات، الأخطبوط للرخويات، والعنكبوت للعنكبيات، وده نوع مش ما يعني لا ينتمي إلى الحشرات ولا ينتمي إلى الرخويات، وهو نوع ثالث من اللافقاريات، ولكن طبعا غير مطلوب منك دراسته. اختر الإجابة الصحيحة. أي من النباتات الآتية لا زهرية؟ طبعا عندي نبات السرو وهو ينتمي إلى المخروطيات. أي النباتات الآتية يؤكل ساقها؟ طبعا البطاطس زي ما حللناه في سؤال سابق. وما هي المجموعة التي تتكاثر بالولادة؟ والمجموعة الوحيدة التي تتكاثر بالولادة في الفقاريات هي مجموعة الثدييات، والتكاثر بالولادة هو من الصفات المميزة للثدييات. لماذا تحتاج الأشجار متساقطة الأوراق إلى البرد الشديد لاستكمال دورة حياتها؟ حتى تسقط الأوراق وتنمو بدلا منها أوراق جديدة.
لأن البرد هو العامل الأساسي اللي بيسبب سقوط هذه الأوراق، فبالتالي الأشجار في حاجة إلى درجات حرارة منخفضة حتى تسقط الأوراق وتترك مجال للأوراق الجديدة للنمو. توجد الأبواق في الجهة الخلفية لورق نبات الخنشار، وده اللي احنا لاحظناه وقت ما كنا بنشرح السرخسيات، قلنا لأن الخنشار هذه الأبواق لا تتحمل ضوء الشمس المباشر ولا تحب أن تنمو إلا في الأماكن الرطبة وفي البيئة الرطبة. يبقى لماذا توجد الأبواق في الجهة الخلفية من نبات الخنشار أو في السطح السفلي للورقة؟ لأنها لا تتحمل حرارة الشمس المباشرة. ماذا يحدث إذا فقدت الحيوانات الفقارية هيكلها الداخلي؟ طبعا الهيكل الداخلي بالنسبة للفقاريات زي الإنسان مثلا هو اللي بيعطيك شكل مميز لجسمك، هو اللي بيدعم جسمك، وهو اللي بيكسبك القدرة على الحركة. بدون هيكل عظمي مفيش حركة، مفيش ماشي، مفيش ركض، مفيش أي حاجة. يبقى أنت لو فقدت هيكلك الداخلي تفقد شكلك المميز وتفقد القدرة على الحركة وطبعا تموت. الواجب مشروع عن الفقاريات ولا فقاريات في البيئة القطرية عبارة عن ورقة A4 بكتب عليها، بضع عليها صورة أحد الحيوانات الموجودة في البيئة القطرية خصوصا، وبكتب عليها بخط الجميل بعض المعلومات البسيطة عن هذا الكائن. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.